اخواتك للرايه تاخذهم وياك اربعه شاهده من عازم والده تاخذهم وياك اخوتك للرايه هلا هلا بيك اخوتك للرايه تاخذهم وياك اربعه شهيده شيل ايدك من عازم وحيده تاخذهم وياك ام البلد فهمت بالأسرار أم البنين تفهمت بالأسرار من قبل ما تصبح بيت الكرار لن بحجرها هوت أربع أقمار وتفسيرها بالحلم صار بالدار هالأربعة صارت كبرت بدنياك هالأربعة صارت كبرت بدنياك كبرة وبشماتهم كبرة وبعزاتهم تاخذهم وياك اخوتك للراية تاخذهم اربعة شاهدها إلى شيخ عبد الحسين أبو شرف أم البنين تفهمت بالأسرار من قبل ما تصبح بدار الكرار لن بحجر هوت أربع أقمار وتفسير ذا الحلم صار بالدار هالأربع صارت كبرت بدنياك هالأربع صارت كبرت بدنياك
كبرى وبشماتهم كبرى وبعزاتهم تاخذهم وياك اخوتك لل كان يلبو قصيدة هاي اخوتك كان يلبو قصيدة هالاربع وهالاربع الرايدة اخوالي لحسيني ولي جند اخوال زينب كل اخويا فقد وسولف لابو اليمه هل اخوة ترعاك وسولف لابو اليمه هل اخوة ترعاك كان لابوي خبره ويقل بالهجرة تاخذهم ويا اخوتك للراية التفتت الأولاد تتفكر والتفتت الأولاد تتفكر نادتهم انتو شبو لابوكم حدر وهذا اخوكم خاف لن يتأثر بعيونكم حطوا الاخو خال تسهر خاطب ابو فاضل والدك وصاك تخاطب ابو فاضل والدك وصاك عيني الاخوي قلك واخويتك هم مثلك تاخذهم اخويتك للرايه
هلا هلا بيك. والتفتت الأولاد تتفكر نادتهم انتو شبو لابوكم حدر وهذا أخوكم خاف لن يتأثر بعيونكم بعيونكم حط الاخو خلتي سار تخاطب ابو فاضل والدك وصاك تخاطب ابو فاضل والدك وصاك عين الاخوي قيل لك واخويتك هم مثلك تاخذهم جارت الدنيا على الاخو والايام والدنيا ما تتماشى ويا الاكرام من الوطن حر ما تكون الناس الظلام وبيارض رحتو تنصبون خيام كربلة تناديكم يصير الوفا هناك كربلة تناديكم يصير الوفا هناك ضحوا المهج قبله وانا اللي ذقيت له تاخذهم وياك على الاخو والايام جارت الدنيا على الاخو والايام والدنيا ما تتماشى ويا الاكرام من الوطن حرمتكم الناس الظلام وبيارض رح
حتوتن صبون خيام كربلة تناديكم يصير الوفا هناك كربلة تناديكم يصير الوفا هناك ضحوا المهج قبلي وانا اللي ذقيت لي تاخذهم ويا احسب حسابي وعاين ليكم كنت احسب حسابي وعاين ليكم لو ذبني دهري انا لو ذنبي من ينحيني ظهري اتوجع عليكم وانا بليبا ثدي اللي ذي مربيكم كل ابن قالت له يا وليدي برباك كل ابن قالت له يا وليدي برباك حسين قصدت يا امي وقلت له يا ابو اليمه تاخذهم احسب حسابي وعاين ليكم بالخدمه كنت احسب حسابي وعاين ليكم لو ذبني دهري انا لو ذنبيكم من ينحيني ظهري اتوجع عليكم وانا بليبا ثدي اللي ذي مربيكم كل ابن قالت لا بلا جواب كل ابن قالت له يا وليدي برباك حسين قصدت يا امي وقلت له يا ابو اليمه تاخذهم وياك
الألو ذب سدكم لا لا يا ويا لا دلي خرايدكم ظلوا أقلكم خلالوا ذب سدكم لا لا يا ويا لا ذيل خرايدكم انتو لعزة زحسينا عز من عيدكم يولادي حفظوا لي ابن والدكم يا هو اللي ذي تشوفه قالت لأنخاك يا هو اللي ذي تشوفه قالت لأنخاك لليخوت عنيته أولادي ناديته تاخذهم وياك عدكم إخي تحامي الحمام ربيها عدكم إخي تحامي الحمام ربيها زينب الكبرى حيدر يسميها يا هو اللي ذي منكم تكفل بيها انت يا عباسي وغير عليها شلون لي وودع رايت بيمناك شلون لي وودع رايت بيمناك تمشي ختك بعهدك ثلاث اخويتك عندك تاخذهم وياك عدكم اخي تحامي الحمام ربيها زينب الكبرى حيدر يسميها يا هو اللي ذي منكم تكفل بيها انت يا عباسي وغير عليها شلون لي بودع رايت بيمناك تمشي ختك بعهدك ثلاث اخويتك عندك تاخذهم وياك تاخذهم وياك حسين صوت ام البنين يتابعه حسين صوت ام البنين يتابعه
حسين صوت امي البنين يتابعه وجت بعيون الوداع توديعه يا حسين تقيل لها كل أرباعي أرباعين سوري وإلك أفديه ريت يا حسين الدهر بيها كتيفي وين تتسلم يا عزيز المصطفى خايف عليك وإلك مثل هيفة وما خفيت ولادي هاي عليه وجهت لولادها النوب النظر عايلة وياكم يا ولادي بسفر أطفال ويا العايلة تواجه خطر وخاف لن حر الظما يمر بيه إلى شيخ عبد الحسين أبو شبر وجهت لولادها النوب النظر عايلة وياكم يا ولادي بسفر أطفال ويا العايلة تواجه خطر وخاف لن حر الظما يمض بيه راح تمشون بضاعا من الوطن وهذا عبد الله الرضيع والضعن راح تمشون بضعن من الوطن وهذا عبد الله الرضيع والضعن خاف تعطش ما ويجف اللبن وما يصح ما يلي ذي يرويه راح تمشون بضعا من الوطن راح تمشون بضاعا من الوطن وهذا عبد الله
الرضيع ويا الضعن اخاف تعطش امه ويجف اللبن وما يصح ما يلذي يروي ما يصح ما يلذي يروي راح تمشون بضعا من الوطن وهذا عبد الله الرضيع ويا الضعن اخاف تعطش امه ويجف اللبن ما يصح ما يلذي يروي ما يصح ما يلذي يروي رحم الله من قرأ الفاتحة.